طب لماذا يتزوج الرجل المسلم من المسيحية واليهودية؟ ده سؤال جاوبوني عليه. طيب إذا كان بيتزوجها زي ما انت قلت برضو لأنه المسيحية أو المسيحي واليهودية أو اليهودي ليسوا من المشركين، بنص القرآن بيقول إيه بقى؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الواو دي بيسموها في اللغة واو المغايرة، يعني المشركين حاجة تانية غير الكتابيين، غير المسيحيين أو الأولياء غير الكتابيين. طب ماشي كويس، إذن معناها ببساطة شديدة جدا إنه المسلم المسيحية واليهودية ليسوا بمشركين. مين يا عم المشركين؟ المجوس. طيب حلو، إذا تزوج المسلم من المسيحية لأنها ليست مشركة، فلماذا لا تتزوج المسلمة من المسيحي لأنه ليس بمشرك؟ سؤال. قال لك أجمع الفقهاء، وأنا لما زنقت واحد فيهم بهذه الآية قلت له هناك تحريم من الله بهذا؟ قال لي لا مفيش. السبب الأول أن الرجل المسلم على يقين ومؤمن بأنه المسيحية دين من عند الله، فإذا لن يمنع المسيحية التي في كنفه وفي حجره يعني متزوج بها أن تذهب لتؤدي شعائرها في الكنيسة. لكن الرجل المسيحي غير مؤمن بالرسولنا، وبالتالي سوف يمنع المرأة المسلمة من الذهاب إلى، طيب إذا أقر هذا الرجل بهذا الأمر وتركها على دينها وقال لها تروح تقيم شعائرها في الوقت الذي تريده، هل تقبل الزواج منه؟ طيب هل في الخارج حد يستطيع أن يمنع أحد من إقامة شعائره الدينية؟ لا ما بيقدرش. إذا معناها إنه هذا السبب قد انتفى. طب كويس قوي، يقول لك السبب الآخر إنه عشان زيادة المسلمين، إذا معناها إنه الخلفة اللي هتيجي منهم هتبقى على دين الراجل. طب كويس أنا موافق على الكلام، مش هنخلف. طيب راجل اتنين كبار في السن وبيخلفوش، طب واحدة ما بتخلفش أو هو ما بيخلفش، يتجوزوا ولا ما يتجوزوش؟ إذا معناها ليس هناك نص قطع الدلالة والثبوت في القرآن على منع المسلمة من الزواج من الكتابي، هو فكر فقهي فقط واستند على الرأيين اللي أنا فندتهم لحضرتك.